صباح الخير. اليوم جبت لكم شباح الميدا كما يقولوا، ولا سلطان الميدا، ولا كما يقولوا روا دو لا تابل، وهو المقروط. المقروط المعسل اللي يتقلى، يعني واش نقول لكم، ما شاء الله. جبت لكم واحد الوصفه ان شاء الله باذن الله في هذه العواشر. ندعي لكم على بالي ما تغيوسي 100% غيوسي. نبداو بسم الله على بركه الله. راكم تشوفوا هنايا غرفيات، الغرفيات تاع الدار كاع جبتهم. دونك عندنا 4 كيلات سميد مويان، ولا رايح للخشين، ماشي ذاك اللي تاع الطمينه، فوق تاع الطمينه، وماشي ذاك تاع القلب اللوز، دونك جاي في وسطهم. بسم الله نبدا. هاني عندي 4 كيلات، انا كل كيلة راهي رافده 400، معناتها عندي كيلو و600. وانتم ديروا الغرفيه اللي تساعدكم على حساب العيال وعلى حساب لا كونتيتي اللي راكم حابين تخرجوها. بسم الله، واحده زوج ثالثه هاي ليك ورابعه، ها ليك 4 كيلات قدامي. واش ندير الحاجه الناشفه اللي نزيدها؟ بيان سور الملح. الملح عندنا مغرفه صغيره تاع قهوه حليب نتاع الملح، فوالا هايك. بيان سور نديرو، ما نديروش اون بانسي باسكو السميد يحب الملح. عندي ثاني زوج مغارف، بسم الله، عندي زوج مغارف كبار سكر. السكر واش يدير له؟ يعاونو باش يحمر ويخرج من بال كولور، فوالا، ما ياثرش على لوغو. دونك درنا النواشف، بسم الله، غنخلطهم تري تري بيان. ندير اون فونتان في الوسط ولا حفيره ولا فوالا. وهنا راكو تشوفوا، بسم الله، عندي غرفيه لا ميم كيما اللي كيت بها سميد. هنايا عندي السمن، راكو تشوفوا ما راهيش معمره مليح. دونك انا ندير ديزون لي 3/4 ولا بلوس نتاع السمن، اللي يبقى لي داك شويه نكملو بالزيت. الزيت يمدلو لو كروستي، معناتها يردو يقرمش كيما يقولوا. هايليك شوفوا انا نكملها هاك، ما نفيضهاش سينو تغلبني، بعد يتفتت لي. انا ما نزيدلو ني بيض ني فارينه ني والو، هذا هو المقروط تاع زمان. نزيدو لو كي نراطوه، يعني نخافو السميد، مي دوك السميد راه شباب. فوالا انا نقول لكم الحقيقه، نخدم بسيم تاع 2 كيلو هذاك لو باكي مارون، ولا بماما لو باكي مكتوب فيه خشين. فوالا دونك هاوليك، بسم الله نبدا نبسس. يقولوا لكم بيتوه ليله ولا خلوه حتى يشرب يدامو. انا بوغ موا سي ايلوجيك هذه، باسكو لي دام ما ينفخش لا غرين، يل فا لا كوفغيغ، معناتها يغطيها. انا عندي استوس اللي تخليه يتنفخ، وفي المقله ما يتحلش باذن الله، ما يتحلش. ويلا ديوها وسيوها ورجعوا لي بالخبر. انا نزيد له كاس، دوك نعبروكم قدامكم، نتاع ما زهر، جست هو يشم ريحه الماء ولا التشماخ يتنفخ. فوالا كنت تشوفوا راني بسستو، جو في فيغ ان تيست، ندير لكم يم بتيت بول في يدي. هاليك كون سا سو فورم اون بول كيما درنا في القلب اللوز لا ديرنيغ فوا، هايلك راهي تفورمات اون بول. دونك سي بون، ميم هنا في يديكم يا با ترو دو غرا، ماكاش لي دم بزاف، تحسو نتوما انسان يولي يعرف يحس هكذا. ومن بعد واش ندير؟ قلت لكم ها باش تشوفوا بعينيكم، نحط لكم هذا لو فيغ. كاع الناس عندهم هذا الكاس، كاين اللي قالت لي واش من الكاسيت، وانا اكسبري جبت هذا الكيسان اللي كامل تعرفوهم. بسم الله نعمر كاس، شوفوا نتاع ما زهر، ماشي ما زهر. واش ندير؟ بسم الله، انا كوم عندي هذا الكاس هذا بوغ 1.5 كيلو حتى لزوج كيلو. الا درتو اقل من كيلو بيان سور ندير نص كاس، نتوما الكيل تاع الكاس يتبع لا كونتيتي. بسم الله نرشو كامل، ها بعينيكم راكو تشوفو. ومن بعد نفتلو،
فوالا دونك هنا ديجا هي كومونس ا غونفلي، انا في يديها ونحسو الغونفل. دونك هكذا في هاد الساعه نغطيه ونخليه يشرب كوا يشرب، ومن بعد نكملو الوصفه تاعنا. فوالا البنات كي خدمنا هذاك المقرط راهو يريح، نخدمو لافاس. شوفوا هنا يا البنات عندي لوز بالقشره، نحمصو شويه جلو توغيفي شويه ليجيرمون ولا نقريه ولا، ومن بعد نرحيه بقشرتو. انا ما نحبوش بيض في المقرط باش يبقى يبان لي في داخل الحبه. دونك شوفوا نقسمت 3 كيلات هامنيك هكذا، عينكم ميزانكم كيما كانوا يديروا زمان، ولا تحبوا توزنوا. انا عندي 200 غرام هنايا تاع اللوز، ما يرفدش بزاف المقرط اللوز هاوليك. وهنايا ندير نص كيلة، شوفوا هنايا هاي ليكم انا كيلت نص كيلة. وم بيان سور نعطروه بلا كانيل، يعني القرفة اللي ما تحبش القرفة دير لافاني ولا ما دير والو كيما حبت، مي هذه هي العقدة تاع زمان. وكي نحمصو فغيمون يجينا ما شاء الله. وانا نلم هذا الميلونج تاعي حبة بيض بيض ونكمل كيت ما تتليمليش، نكمل مغرف ولا زوج نتاع المزهر. هاي لكم دقيقة تحلت فوالا اون فاس كيما هذه بيان غاماسي هكذا، ونديروها دي بودا هكذا. فوالا البنات هنا ولينا بعد ما ارتاح المقلاط تاعنا، شوفوا بسم الله شوفوا هنايا هاوليك نشف كاريمون شرب كامل، وشوفوا شحال زاد. هو صح يبركز شويه سعفوه غير بالعقل وحلوه، مي شرب كامل هذاك الماء. شوفوا شحال لا دوبلي دو فوليوم، يعني تنفخ خلاص اون ديغي با درت لو. فوالا وجدت بيان سور الكيله تاعي تاع الماء جو ماما قدرت ما زهر في الاول، وإذا كان عندكم مزهر خفيف تقدروا تخلطوا. والعقده ثاني تشتوني راني حربشتها، المقله راهي فوق النار باسكو المقروط ينخدم على فوا ما ينحطش، دونك يدكم هنا يدفي المقله راهي في تسخن العسل موجد. هذا هو كامل توجدوا كامل هذا لي زيتاب، ومن بعد تدوروا تخدموه. هنا راني نحل فيه فوالا، شوفوا نشد هاي ديك الكيله توجور بهذيك الغرفيه اللي خدمنا بها. ومن بعد واش ندير، ندير اون بون بانيي في الاول بسم الله ها ما نخافش، ونبدا نفتل فيه كيف كيف ما نعجنوش. فوالا هكذا ونخليه نبدا نعقل نخدم بالعقل. شوفوا البنات شحال بقالي هذا، واش ندير به؟ شوفوا ندي به يديا ونبدا نخدم. نستعمل لي كوبات
شوفوا البنات هنا حطيت لكم حبيبه توجور نسيو حبه من قبل ما نبداو نخدمو، باسكو الا فتنا خدمنا هذاك اللوز ريكوبيراب، يعني الا تفتت ولا نعرفو واش نديرو، تما كنزيدو شويه نقولو بياض بيض ولا مغير فافارينا ولا كيما حبيتو. مي قلت لكم بهذه الطريقه نورمالمون ما يطحل. شوفوا ما شاء الله راه يطيب، هذه كي سييتها وبيان سور العسل دو اكوتي هكذا، يعني دفيتو غير شويه برك. ومن بعد كي نضمن باللي هذه ما تحلتش نبدا نقلي في الحين، نخدم في الحبيبات تاعي نقليهم. فوالا البنات هاني عمرت المقله، ندير قسمه ترفد لي المقله. شوفي شوفوا الزيت هنايا، لازم المقروط تاعنا يتغطى، شوفوا المقروط ما يتقلب ما يتمس ما والو، حتى تشوفوه حمار بيان سور كي ياخذ بيان يحكم روحه نقدر نطلع الحبيبه الى حمارت ولا لا لا. جينيرالمون نحوه شويه غوز، معناتها ماشي نطيبو حمار حمار، باسكو كي نرميه في العسل راح يزيد يحمر. و لا دوري دو كويسون نورمالمون انا دابخي باغ اكسبيريونس بين 10 12، نقدر نروحو حتى 15 مينوت. ايه تقولوا لي بزاف نو، باش يدخل له طياب لداخل قلبه، ان شاء الله تنجحوا فيه. ومن بعد من القليان ديراكتومون لداخل العسل، ومن بعد نخليه يشرب بيان داخل العسل وما نقطرش المقروط. جينيرالمون نحطو في ماعون هو بعسله باش يكمل يشرب. شوفوا هنا نغطسو تخي تخي بيان هكذا ونخليه ان بون مومون يشرب. شوفوا هنا المقروط نتاعنا بعد ما قليناه الله الله وعسلناه بالطبع وخليناه يشرب تخي تخي بيان العسل تاعو. انا استفتو في الفواره هنايا كيما راكم تشوفوا بعينيكم، هذو هما العوايد يعني من زمان يستفو في الفواره، هو شبح الميده هضرنا. سيوه وجربوه ان شاء الله وصفة بالتأكيد، يعني كما يقولوا 100% ناجحة. عطيتكم كامل لي زاستوس باش ان شاء الله تنجحوا فيه، من الخدمة تاعو من قليانو من التعسل تاعو، وصدقوني يجي ما شاء الله. فوالا شوفوا هنايا دوك نواسيلكم حبيبة، فوالا نجيب طبسي هنايا سمحوا لي، فوالا هكذا نرفد حبيبه وازغ. بسم الله شوفوا كيفاش جات الله الله مع السلامه، وجا داك اللوز في الوسط مالغري كو انا درتو بالقشره، مي فريمون يجي ما شاء الله يجي شباب. فوالا هاني نقسمها لكم، شوفوا هنايا والمقروط وين تعرفوه يجي خفيف شويه ما يجيش ثقيل هكذا، كي نديرلو هكذا هاوليك شوف هاي تفتت وحده وحده وجا معسل لداخل. شوفوا هنايا هاوليك مقروط بلوتو اللوز ومعسل، وكل ما يزيد يقعد سختو الغد من ذاك يولي فريمون خير وما خير. ان شاء الله تسيو هاد لا غوسات قعدو موندي تولي المقروط، وانا قلت لكم جينيرالمون نخدمو ندير المحابس تاع العرايس، يا عرايس يا الا كاين العرايس راهم يشوفوا في لا مرايحين، ما تنساوش العوايد ادوه في المحابس كيما كانوا يدوه موالينا، حاجه ما شاء الله نفتخروا بها. ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، وصحه فطوركم البنات، ونقول لكم صحه سحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.